بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سيدات والسادة الوزراء، في بداية أشغال هذا الاجتماع اسمحوا لي أن أتطرق مجددا لموضوع تعزيز مراقبة السوق الوطنية والصحراء على ضمان تمويل مستمر لها بالمنتجات الغذائية ومحاربة المضاربات، وهو الموضوع الذي سنواكبه حتى تعود الأسعار إلى مستوياتها الاعتيادية. هذه المناسبة أحيي انخراطكم للسهر على تتبع تطور الأسعار وقيام البعض منكم بجولات في الأسواق. شفنا السي صديقي بكادير في زيارة ميدانية لسوق الجملة وإحدى ديال الضيعة ديال الطماطم، وكذلك شفنا السي مزور في عملية تفقدية ببعض مصانع المنتجات الغذائية، كيف ما شفنا تجند السادة الولاة والعمال والمصالح التابعة لهم لمراقبة الأسواق، وشفنا كذلك واحد العدد ديال السادة العمال اللي خرجوا للميدان. هذا الانخراط يعكس في الحقيقة مركزية المواطن في مختلف السياسات العمومية. لجان المراقبة المشتركة لوزارة الداخلية والفلاحة والصناعة والمالية حرصت على التتبع اليومي للأسواق، وعمل كبير كتقوم به اللجان الإقليمية والوطنية كنتابعها بشكل شخصي عبر التقارير اليومية اللي كتوصلنا. وبهذه المناسبة أود أن أشكر جميع أعضاء اللجان على رأسهم السادة الولاة والعمال الذي حرصوا على التتبع اليومي والدقيق للسوق الوطنية والضرب بيد من حديد على تجار الأزمات ممن يحاولون تحقيق مكاسب على حساب صحة وقفة المواطن المغربي. أطلب منكم مواصلة العمل بنفس الوتيرة بل وتشديد الرقابة والمراقبة على مختلف سلاسل الإنتاج والتسويق، كما أعلنت في اجتماعنا الأسبوع المنصرم أسعار المنتوجات الغذائية على سبيل المثال الطماطم والخضار عموما واللحوم وكذلك زيت المائدة بدأت فعلا في الانخفاض بفضل الإجراءات التي يتم اتخاذها وكذلك تحسن الظروف المناخية، وستواصل أسعارها في تسجيل تراجع في الأيام المقبلة حتى تصل إلى مستويات اعتيادية قبل شهر رمضان. وفي الأخير أود أن أوجه الدعوة لكم السيدات والسادة الوزراء لمواصلة نفس الجهود على مستوى المراقبة والعمل الميداني والتواصلي، والذي من شأنه أن يعكس الصورة الحقيقية للعمل التي تقوم به الحكومة خاصة على مستوى تنزيل الأوراش المتضمنة في البرنامج الحكومي. شكرا لكم